تلاميذ الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بيكم ولقاء جديد لنج زي ما بيقولوا، مدرسة أونلاين. مدرسة أونلاين، عام جديد، عام دراسي سعيد عليكم، عام 2020 2021، عام كل الإجراءات الاحترازية موجودة لمحاربة وباء كورونا. اتقلبت المدرسة وزي ما بيقولوا الفصل المقلوب، الدراسة إلى المنزل. طب هناخد الدراسة من المنزل بإيه؟ عن طريق القنوات التعليمية اللي الوزارة أعدتها لذلك. القنوات التعليمية أصبحت في ثوبها الجديد مدرسة أونلاين. المدرسة ببيتك، الأسئلة اسأل واستفسر وكل حاجة إن شاء الله هتكون معانا. دور المدرسة هيكون دور استرشادي، أي حاجة تقف قدامك هتتسأل فيها واسأل فيها، وإن شاء الله ربنا يوفقكم. التباعد الاجتماعي مطالبين بيه، النظافة الشخصية مطالبين بيها، استخدام الأدوات الشخصية لوحدك، التباعد الاجتماعي ما بينك وبين زمايلك في الفصل، كل ده إن شاء الله إجراءات احترازية لمواجهة هذا الوباء. أبنائي وبناتي، اسمحوا لنا إن احنا نعرض عليكم المنهج وانت لسه في أولى إعدادي. احنا عندنا يا أولاد عندنا فرع اسمه الجبر وفرع اسمه الهندسة. يبقى إذا لما نيجي نشتغل في الفرعين مش هنشتغل ده لوحده، لا ده ممكن حلقة وحلقة إن شاء الله نعرض عليكم الجبر الأول بإذن الله في حلقتنا اليوم. النهاردة يا أولاد الجبر بيتكلم على حاجة اسمها مجموعة الأعداد النسبية. يعني ايه يا مستر ابراهيم مجموعه الاعداد النسبيه؟ يبقى عنواننا النهارده مجموعه، ركز معايا اهو، الاعداد النسبيه. لو تفتكروا معايا مراجعه سريعه كده الاعداد اللي انتوا خدتوها في المرحله الابتدائيه، خدنا اعداد العد. اول ما جينا نتعلم الاعداد قالوا لنا ان اعداد العد دي اسمها عين، وقالوا لنا ان هي تبدا بواحد اتنين تلاته اربعه خمسه الى ما لا نهايه، دي اسمها مجموعه اعداد العد. ولما جم كلمونا بعد كده على مجموعة الأعداد الطبيعية في الصف الخامس، حطوا الصفر في أعداد العد وبدأت من الصفر، يبقى الأعداد الطبيعية طه أولها الصفر، صفر واحد اتنين تلاتة أربعة وهكذا. جينا في سنة ستة درسنا بقى إيه أعداد موجبة وأعداد سالبة، وكان بينهم الصفر، وكانت دي اسمها أعداد الصحيحة. النهاردة بنعرض عليك أعداد نسبية، وجت من النسبة، النسبة بتاعت سنة ستة. الأعداد النسبية اختصارها نون، يبقى لما أجي أرمز لها هقول لك كده بص نون، يبقى نون جي اللي هي الأعداد النسبية نون، تمام. إيه هي الأعداد النسبية؟ الأعداد النسبية كل عدد مكتوب في سورة بسط على مقام، كل عدد يكتب في سورة بسط على مقام هو عدد نسبي، بس في شرطين مهمين. إيه هما الشرطين؟ يبقى لما أجي أقول لك على الأعداد النسبية هتقول لي إن هي إيه؟ ركز بقى، ألف على ب. يا مستر انت ما قلتناش، ما انا قلت كده، قلت لك كل عدد يكتب في سوره بسط على مقام، تمام، بس في شرطين. ايه هما الشرطين؟ بيقول لك ان الف ده عدد صحيح، البسط عدد صحيح، والمقام كمان عدد صحيح. يعني ما تجيبليش عدد عشي على عدد عشي، لا اختصره في ابسط صوره وحطها لي واقول لك دي نسبيه، تمام. وفي شرط بقى مهم جدا، ايه هو الشرط ده؟ بيقول لك ان ب لا تساوي صفر، واحنا نعرف كده من الابتدائي، لان القسمه على صفر ليس لها معنى. كمان مرة، يعني عدد نسبي؟ العدد النسبي هو كل عدد مكتوب في سورة بسط على مقام، كل عدد مكتوب في سورة بسط على مقام، تمام. طيب ايه تاني يا مستر ابراهيم؟ البسط عدد صحيح والمقام عدد صحيح، تمام، والمقام لا يساوي صفر. تيجي نشوف مثال بسيط قوي، انت اللي هتقول لي العدد ده نسبي ولا مش نسبي. ركزوا معايا كده، ايهما عدد نسبي وضح ايهما نسبي وايهما غير نسبي. يلا بالراحة، اتنين على تلاتة، لا ده نسبي يا مستر. ليه؟ بسط على مقام زي ما حضرتك قلت، صحيح صحيح، والمقام لا يساوي صفر، تمام. صفر مش نسبي. طب ليه مش نسبي؟ مش انت قلت لنا ان لازم يبسط على مقام؟ ما هو انت لو ركزت هتلاقي ان الصفر ده مقامه يعتبر واحد. ايه ده؟ يعني اي عدد صحيح ممكن بدل صفر، سبعة، سبعة على واحد، 8 على 1، سالب 5 على 1، إذا هي عدد نسبي. يبقى صفر ده برضو عدد نسبي. نسبي. طيب 6 ونص. 6 ونص ده بيقولوا عليه عدد عشري. طيب لو أنا يا مستر إبراهيم عملته كده، 6 ونص أصلها كام؟ مش أصلها 65 على 10، شلت العلامة العشرية، إذا بقت عدد نسبي. خلاص كده؟ طيب سالب 1.8 يبقى دي في الصورة دي عشرية، إنما كده في صورة عدد نسبي. طب سالب 1.8 ها؟ السالب ماليش دعوة بيها زي ما هو، 1.8 مع شيل العلامة يبقى 18 على 10، يبقى بقت عدد نسبي.
هي كانت صورة عشرية، بقى كده عدد ايه؟ نسبي. طب أربعة، خمسة ناقص خمسة، ايه رأيك؟ خمسة ناقص خمسة تديك صفر، تمام. طب تنفع أربعة على صفر؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش المقام يبقى صفر، يبقى إذن ده ليس عدد نسبي، يبقى ده لا ما ينفعش يكون عدد نسبي. طب 3 أس 2، 3 أس 2 يعني معناها 3 في 3 فهي ب9، وأنا قلت لك إن أي عدد صحيح يعتبر مقامه واحد. طيب يبقى 9 ده عدد برضو إيه؟ نسبي. طب 4 أس 0، أنت خدت في 6 ابتدائي صف السادس إن عدد أس 0 ما عدا 0 أس 0 طبعًا بواحد. معناه ايه؟ معناه ان 4 اس 0 دي تديك واحد. طب ما الواحد ده عدد صحيح، والاعداد الصحيحه تعتبر جزئيه من الاعداد النسبيه، فيبقى ده برضو عدد نسبي. يبقى احنا عايزين بقى، احنا فهمنا يعني عدد نسبي ودينا مثال بالراحه بقى، عايزين نركز بقى. الاعداد النسبيه دي احنا اول ما درسنا، درسنا اعداد العد اهي، شكل بسيط شكل فين، ادي اعداد العد. كبرنا وعرفنا ان الاعداد العد موجوده جوه الاعداد الطبيعيه، صح؟ وكبرنا في سنه سته وخدنا اعداد صحيحه، وقول اعدادي، بص بقى بص، كل ده هي الاعداد النسبيه. يبقى لما اجي اقول لك عين جزئيه من نون هتقول لي اعداد العد موجوده في النسبيه، الطبيعيه طه جزئيه من نون هتقول لي برضو الصحيحة جزئية من نون هتقول لي برضو لان اي عدد طبيعي، اي عدد من اعداد العد، اي عدد صحيح هو عدد نسبي. متنساش بقى سالب 7 نسبي، سالب 5 نسبي. طيب ممكن العدد النسبي نختصره يعني يطلع مثلا، 21 على 15، فلما نختصرها تطلع 7 مثلا على 5 مثلا. طيب انا يا مستر ابراهيم ممكن اختصر يطلع عدد صحيح؟ ممكن، زي مثلا 12 على 4 لما نختصرها تطلع 3 وال 3 عدد صحيح. هختبركم بقى في سؤال بسيط موجود برضو في كتاب المدرسه. يبقى احنا كتاب المدرسه اساسي في حلقتنا في المدرسه اونلاين. اي الاعداد الاتيه يعبر عن عدد صحيح؟ حضرتك هتقسم، وان كان الناتج صحيح تقول لي عدد صحيح، مش صحيح تقول مش صحيح. يلا معايا، ها أول حاجة بيقول لك 15 على 5، تمام. 15 على 5 تقبل القسمة، يبقى الناتج بتاعها 3، يبقى الثلاثة ده الناتج، يبقى الثلاثة ده عدد إيه؟ ينتمي لصاد، يبقى عدد صحيح أو ينتمي لصاد صحيح. طيب 4 على 8، واحد بيقول لي ده 2، لأ ده 8 على 4. أنت لو جيت تقسم فوق على 4 تديك 1، على 4 تديك 2، يبقى الناتج طلع نص، والنص ده عدد صحيح. طب 35 على 7، يا مستر ده سالب، سيبك السالب دلوقتي. 35 على 7 فيها الخمسه، طب والسالب اهو جنبها، يبقى عدد صحيح ينتمي لصاد. طب تمام. طب 14 على 14 فيها الصفر، الصفر ليه يا راجل؟ العدد يتقسم مع نفسه يديك صفر ولا يديك واحد؟ واحد، يبقى هيديك سالب واحد. طب ليه سالب واحد؟ السالب اللي قدامك فوق، طب يبقى ده عدد صحيح. تمام. طبعا النص، معلش يا اولاد، النص هنا لا ينتمي لصاد، النص 4 على 8 ده لا ينتمي لصاد لان نص، والاعداد الصحيحه ما فيهاش نص. طب 0 على 5، 0 على 5 هيديك صفر، والصفر عدد ينتمي لصاد. يلا راجعهم بقى بالراحه كده. 15 على 5 3، وال3 عدد صحيح، تمام. 4 على 8 نص، والنص لا مش عدد صحيح، ده عدد نسبي. طب 35 على 7 فيها الخمسه، والخمسه عدد صحيح. 14 على 14 فيها الواحد، وحط السالب سالب واحد ده عدد صحيح. 0 على 5 فيها الصفر، والصفر عدد صحيح. طب تمام، تعالى معايا بالراحه اضع في ابسط صوره اشبه بمسائل النسبه بتاعت سنه سته ابتدائي. اشبه ليه؟ ده هي بالظبط زيها. 45 على 20، تمام. عايز احطها في ابسط صوره، يمكن استعمال حاسبه الجيب، معايا الاله اهي، وممكن اقسم لوحدي وممكن براحتي، وممكن اعملها على الاله مباشره، وممكن اقسم 45 على 20 على الاله، وممكن اختصر براحتك انت. طيب لو انا جيت قسمت على الخمسه هتديك 9، وهنا على الخمسه فيها الاربعه، خلاص ابسط صوره 9 على 4 عدد نسبي. تمام،
سالب 132 على 88، طب اقسم كده على الاثنين هتديك 66، وهنا على الاثنين فيها الاربعه و40، تمام صح كده؟ تمام. طب 66 و44 بيتهيألي تقبل على ال 11، بيتهيألي، ايه رأيك؟ لا يا مستر صح، تقبل على ال 11، على ال 11 فيها ال 6، على ال 11 فيها ال 4، ايه رأيك؟ تمام، اتبسطت خالص. طب على ال 2 فيها ال 3، وعلى ال 2 فيها ال 2. طب ايه رأيك يا مستر ابراهيم لو انا كتبت على الآلة مباشرة 132 على 88 واتأكدت؟ هتطلع برضو كنسبة 3 على 2، وما تنساش السالب الموجود قدامك. تمام، يبقى احنا عرفنا كده يعني ايه عدد نسبي، وعرفنا امتى العدد النسبي يعبر عن عدد صحيح، اذا المقام قبل القسمه، البسط قبل القسمه على المقام. طيب هل ممكن العدد النسبي يكتب في اكتر من صوره؟ طبعا ممكن العدد النسبي احوله الى صوره عشريه، بمعنى ايه؟ زي الصف السادس الابتدائي اللي هي عدد عشري، مثلا 5.5، 6.3 كده، وممكن يحول الى نسبه مئويه، وممكن يحول الى كسر عشر دائر او عدد عشر دائر. تعالوا مع بعض نشوف حاجه بسيطه جدا. حول الى صوره عشريه، صوره عشريه ازاي؟ ده عدد نسبي اسمه 7 الى 20، عايز احوله الى صوره عشريه، يمكن التحويل باستخدام الحاسبه، ويمكن التحويل باستخدام العمليات اللي انت خدتها في سنه خمسه ابتدائي ورابعه. ان المقام هنا 20، فهضطر ان انا اضرب فوق في 5 وتحت في 5. طب انا يا مستر ابراهيم لو ضربت فوق في 5 يبقى 35 على 100 يبقى 35 من 100. طب انا كتبت على الاله مباشره 7 على 20 وجات لي بتساوي 35 من 100، صح؟ هي دي الصوره العشريه، 7 على 20 رحت كاتب على 7 على 20 ادتني 35 من 100. طيب انا لو قررت ان انا اضرب فوق في 5 وتحت في 5 برضه هتجي لك 35 من 100. طيب اللي بعدها 4 على 25، ها شايف ناس دست على الآلة الحاسبة ايه وكتبوا 4 على 25، ادتهم ها برافو عليكم 16 من 100. يبقى لو عايز اكتب العدد في صورة عشرية باستخدام الآلة الحاسبة ممكن، وممكن اعملها باستخدام اللي انت خدته في المرحلة الابتدائية، كان جميل جدا، كان مرحلة تأسيس، ممكن احول العدد ده بطريقة خمسة ابتدائي. طيب هل ممكن الرجوع للعكس؟ انا قررت اديك عدد 35 من 100، تقدر تحول لي العدد العشري او الكسر العشري 35 من 100 الى نسبي؟ اقدر. مش 35 من 100 اصلها ايه؟ 35 على 100. يعني لو قررنا نرجع للعكس هنقول له 35 من 100 اصلها 35 على 100، هقوم اختصرها له تطلع 7 على 20، رجعت لنفس العدد. طب 16 من 100 ها رجعها لعدد نسبي، 16 من 100 معناها 16 على 100، و16 على 100 اختصارها تدي 4 على 25. يبقى انا دلوقتي حولت العدد النسبي الى عدد عشري او كسر عشري، والعكس اقدر ارجع بالكسر العشري واحوله الى عدد نسبي. ده كان اول حاجه، ازاي احول العدد العشري الى نسبي والعكس. مثال بسيط قوي، اكتب على صوره الف على ب. يعني ايه صورة ألف على ب؟ صورة عدد نسبي. يلا أول واحدة سهلة جدا، ها أنت اللي هتقول معايا، يلا 75 من 100، برافو عليك، يلا ها 75 من 100، هسيبها لكم، هسيبها لكم بقى 75 من 100 دي، أصلها إيه؟ برافو عليك، 75 من 100 بتساوي 75 على 100. سبتها كده، طب ما تحاول تعمل لها ابسط صورة، معاك حاسبة الجيب، معاك مخك، اقسم. طب لو انا جربت 75 من 100 هلاقي اختصارها النهائي 3 على 4، 8 و3، ارفع الكسر بتاع 3 في 8 ب24 وحط عليهم 2 تبقى 26 على 3، يبقى انا برضو حولتها لصورة عدد نسبي الف على ب. تمام. طيب هل يمكن تحويل العدد النسبي الى نسبة مئوية؟ ممكن. ازاي احول عدد نسبي لنسبة مئوية؟ تعالوا مع بعض بسرعة نشوف مثال بسيط قوي. سالب 3 على 20، والامثلة بتاعتنا بقى بتنفرد بيها ان هي كلها من كتاب المدرسة. سالب 3 اهي، سالب 3 اكتبها لك اهي، سالب 3 على 20، ازاي احولها لنسبة مئوية؟ كل اللي عليك اضرب في 100 بس، في حاجه دي اضرب في 100. يبقى لو عايز تحول نسبه مئويه اضرب العدد النسبي بتاعك في 100. طب لما اجي اضرب في 100 يا مستر ابراهيم هتديني ايه؟ انا ممكن واحد بص ناصح يعملها من غير اله، صفر مع صفر يبقى انا قسمت على 10،
يبقى فيها 3 في 10 ب 30 على 2 فيها ال 15، يبقى اكتب سالب 15 كده، لا حط علامة في المية. يبقى انا بضرب في 100 وبعدين انزل علامة في المية. طب تمام، يلا نعمل اللي بعدها. 2.5 عايز احولها النسبة مئوية اضرب في 100. تمام، 2.5 اضربها في 100 تطلع 250. هتكتبها لي كده هقول لك كده في غلطة، امال ايه؟ لا نسبة مئوية. طب هل ممكن الرجوع من النسبة المئوية ارجعها واخليها عدد نسبي عادي؟ ممكن. خد يلا يا سيدي، 60%، ها اصلها ايه؟ 60% اصلها 60 على 100. خلاص بقى كده عدد نسبي، اختصر يلا بسطك على مقامك، تبقى 6 على 10، يبقى 3 على 5. حولتها، يبقى انا عندي لو عدد نسبي عايز احوله لنسبة مئوية اضرب في 100، العكس اقسم على 100. لما جينا شرحنا العدد النسبي قلنا لك في شرطين وكلنا فهمناهم، الاول البسط صحيح والمقام صحيح والمقام لا يساوي صفر. تعالى بالراحة حاجة بسيطة قوي، انت قلت لنا يا مستر ابراهيم ان المقام لا يساوي الصفر، تمام، اكتب الشرط اللازم لكي يكون هذا العدد نسبيا. ها برافو عليك، س لا تساوي صفر. لا انت ما ركزتش معاي، انا عايز المقام ما يساوي الصفر، تفتكر ايه العدد اللي اتحط بدل س عشان يكون الناتج صفر؟ الاتنين، يبقى س لا تساوي 2. يعني انا يا مستر ابراهيم لما اجي اكتب الشرط اقول له س لا تساوي 2 ولا لا تساوي صفر، انت كده يا مستر هتلخفنا. لا انا عايز المقام نفسه ما يساوي الصفر، ايه العدد اللي هيتعوض بيه في المقام يساوي صفر؟ لو حطينا س ب2 مش هينفع الناتج. طب هنا س لا تساوي صفر، ليه؟ عشان 3 في صفر. طب لما يكون العدد النسبي بيساوي صفر، بص حضرتك في البسط، لان لو بيساوي صفر يبقى البسط هو اللي بيساوي صفر، يبقى 4 ناقص 4 يبقى لازم الس تساوي 4 عشان يطلع العدد النسبي بيساوي صفر. طيب اكتب في ابسط صوره او اكمل الناتج، 3 على 4 بتساوي 9 على نقط، ازاي اجيب عدد نسبي بيساوي العدد النسبي؟ شوف ال 3 اتضربت في كام بقت 9، او اقول لك على حاجه ثانيه اسهل، 4 في 9 ب 36 على 3 فيها ال 12. شوف انا عملت ايه؟ 4 في 9 ب 36 على 3. طب عايز اجيب دي اضرب برضو نفس القصه، 3 في 8 على 4، 3 في 8 24 على 4 فيها 6، اقول لك على 3 ثانيه، 9 في 8 على 12 هيطلع برضو فيها ال 6. 7 على 20 بتساوي كام في المية؟ اضرب في 100 لسه واخدينها، اطلع 35%. طيب ينفع نكتب عدد في صورة كسر 10 دائر او عدد 10 دائر؟ اكتب 6 على 11 على الآلة الحاسبة، 6 على 11 على الآلة الحاسبة هتديك بص علامة 54 54 54، لا اكتب ادي 54 وحط عليها دائر وتبقى 54 من 100 دائر. طب 3 1 على 15 بالسالب، دي مسألة ليكوا انتوا ان شاء الله اعملوها كواجب وابعتوها لنا على البرنامج او اتصلوا بينا على تليفون البرنامج كمشاركة منكم يا ولاد حبايبي، وناخد المسألة دي واجب اهي، وانتظر اجاباتكم في الحلقة القادمة ان شاء الله. ابنائي وبناتي سعدت بيكم في اولى حلقات مدرسة اونلاين، يا رب اكون اسعدتكم واستفدتم واستمتعتم بالحلقة، على امل بلقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.